الاجواء مشاهدي قناه شوف تي في، انا جميع المغاربه حاضرين في هذا الاثناء استعدادا للتشجيع على المنتخب الوطني قبل بدايه اللقاء مع المكسيك. باري لوزان ولكن الاصل كازا. كازا ولكن انتم منين جيتوا القاطع؟ باري. باري وانت خويا لوزان. لوزان تبارك الله عليكم. وانت منين جيتي؟ المغرب. من المغرب كيفاش قلتي لي المغربي اللي كتشجع اليوم؟ اه باه مغاربه كي بغيتي تكونوا المغاربه. واش محافظين على اللوك طبعا الشخصيه؟ توقعات ديالك الماتش ديال اليوم؟ اه توقعات ديالك الماتش ديال النصر ان شاء الله. شحال غنتشاطروا ان شاء الله؟ ان شاء الله مينيموم 1-0 ان شاء الله. ان شاء الله نقولوا كذا. توقعوا هذاك الماتش ديال اليوم ان شاء الله؟ ان شاء الله لابد ما نربحوا بجهد الله. شحال غادي شحال نتشاطروا ان شاء الله؟ لا 1-0 باش نكونوا. شكون اللي غيماركي 1-0؟ حكيمي. حكيمي ان شاء الله والجلابه ديال المغربيه. ديما مغرب ديما مغرب. انا ساكن بالامارات. تبارك الله عليك. كنت في روسيا وان شاء الله غنمشيو بعيد في هذه المنافسه ونبقاو نشجعوا المنتخب. وعاد ديك الماتش ديال اليوم واخا صعيب شويه. اليوم صعب ماتش صعيب جدا. كنتوقع ان شاء الله انتصار قصير 1-0. شكون اللي غيمارك في الدار؟ غيمارك يا سيدي بوفال. بوفال تبارك الله عليك. السلام عليكم. منين جيتي يا خويا؟ دبي. دبي كيف شتي الاجواء دابا الحاليه؟ اجواء كاين مغاربه بزاف. خصنا ندور فريق ونتمناو يحققوا نتيجه ايجابيه اليوم. نظرك بشحال غادي يسير الماتش اليوم؟ 2-0 المغرب. شكون غادي ماركي؟ غيكون بيت من قلب 18 متر بريمير ميتون على اليسر وبيت ثاني خارج 18 متر. خطه ديال الركراكي هذه؟ خطه ديال الركراكي؟ لا خطه ديالي انا. تبارك الله عليك. كاس العالم جاج. شنو ربحتي؟ ربحتي؟ ان شاء الله انا سعودي واتمنى ان شاء الله مراكو ان شاء الله اليوم مربوحه امام. انت من وين؟ انا من السعوديه. من السعوديه؟ هذا كاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله المغرب اليوم تتاهل. احنا كسعوديين نبغى المغرب. نبغى المغرب. السلام عليكم. بخير هاني. منين انت اخويا؟ احنا من المغرب اخويا. علاش من بلاصه في المغرب؟ كازا. كازا كتعرف شوف تي في؟ والله يلا بارك الله عليك. امتى جيتي لقطر انت؟ لحد اللي فات اخويا. كيف شفتي الاجواء والمغاربه هنايا؟ طوب. كتشوف راسك انك في كازا عاوتاني ماشي في قطر؟ انا دابا انا مع الجمهور المغربي الحمد لله داك الشيء طوب. توقعات ديالك مباراه اليوم؟ صعيبه بزاف مقابله من اش من ناحيه صعيبه؟ من ناحيه الافيكتيف اللي كاين عند بلجيكا عندهم لعابه زوينين تبارك الله. مي ان شاء الله نقدر. شنو هذا اللوك السعودي؟ قطري ولا قطري؟ يا باشا كيفاش المغرب يا ولد؟ كيفاش علمتي القطري؟ لا باقي الساعه باقي باقي مازال. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف سيدي؟ الحمد لله الله يبارك. انت وانت كيف قطر؟ انا قالت لي بعد تشوفني انا جيت في الطياره اللي جا فيها القجاع رئيس الجامعه الملكيه. كيف كانت الاجواء؟ كانت الاجواء رائعه. هذا نشكر قطر على احسن التنظيم لان اكثر من رائع والحمد لله. اجواء رائعه هنا كاننا في بلادنا ان شاء الله. واحسن كاس العالم داز هو في كاس قطر. حضرت شي كاس عالم اخر؟ لا ما حضرتش. اول مره احضر. تشوف غير الاجواء في فيسبوك في هذا الشيء اللي كان الاجواء. اليوم حضرتي شخصيا؟ حضرت شخصيا مده اسبوع. كيف أنا كنشوف اجواء رائعه كاننا المغرب منظم كاس العالم في بلده. واخا ندوي على ليكيب ناسيونال كيف كتشوف التوقعات ديال الماتش ديال اليوم؟ اصعب ماتش دوزناه الحمد لله مع كرواتيا الوصيف البطوله السابقه لكاس العالم. بزاف ديال الناس ما عارفينش هادشي يقول لك لا خصنا نربحوا. الماتش كان المقابله كانت تكتيكيه 100% لان صعب انك لاعب مع اقوى فريق في العالم
والحمد لله يعني ان النتيجه التعادل نتيجه طيبه للمغرب. نتمنى اليوم ان شاء الله انه يمر وتحقق لنا الفوز ان شاء الله حتى نتمكن من المرور للدور. شحال غتسير المباراه اليوم؟ ان شاء الله نتكهنات ان شاء الله 2-1 ان شاء الله. شكون اللي غيمارك؟ غيمارك زياش و حمد الله. حمد الله ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. منين جيتو؟ من اورلاندو فلوريدا امريكا. شحال تقريبا ديال السويفت؟ 24 ساعه. 24 ساعه في الطريق. كيف شفتوا الاجواء في قطر؟ كيف شفتوا المغاربه؟ شنو كان جاي لي يعني؟ لا الحمد لله اجواء زوينه، التنظيم هو هذاك، المغاربه تبارك الله فين مشيتي تلقاهم ديما مغرب. كنتوا حاضرين في المقابله الاولى؟ ضروري. كيف لا لا اسمح لي، حضرناها في امريكا هو هذاك الشوق هذاك الشيء ديك الساعه قررنا طلعنا وجينا. واخا شنو كتوقع المباراه ديال اليوم؟ شعب المغرب ما كرهناش حنا الفوز، التعادل باغيش تبقى في قطر. ما كرهناش. عجباتك الاجواء هنا التنظيم؟ الاجواء خضرك. انت شكون اللي غادي يسجل اليوم المنتخب الوطني؟ الحمد لله محمود جماهير حكيمي الحمد لله تا هو الحمد لله كل شيء باقي الحمد لله. شكون اللي غادي ماركي اليوم؟ زياش عطاهالك هذا. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.